طيب انا هنتقل بالكلام لدكتور محمد الامين كرئيس لاتحاد مصر لكره اليد، وامنيتي او حلمي بانه الكاس ده دكتور يفضل موجود عندنا لاطول قدر ممكن من البطولات، فنحتفظ بالكاس ده وباللي بعده وباللي بعد بعده، يعني نقعد على الاقل يجي 30 سنه الكاس عندنا. ده حلمي امنياتي. الى اي مدى اقدر اقول ان الكلام ده واقعي من واقع معايشتك بطبيعه الحال خلال سنين طويله وللانجازات الحمد لله المتتاليه على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا؟ شوف يا يوسف، بالنسبه لل ضمان عشان نقول ان احنا نبقى في المقدمة ونبقى يعني في مكانة يصعب اللحاق بينا، يبقى لازم يبقى في ذهننا المنتخبات المتتالية لازم يكون عندي أجيالي كلها، بحيث كل جيل بيغذي التاني. وده عندي قاعدة، طبعا احنا في مصر عندنا قاعدة كبيرة من اللاعبين، والقاعدة دي بادئة من الأصغر سن عندنا الآن، اللي هو احنا بنبدأ من كرة اليد المصغرة، لكن أول منتخب صغير 2008، مولد 2008، احنا بنتعامل معاهم على إنهم منتخب مصر الوطني الكبير، هم 2008 15 16 سنة، بعديهم 2006، مولد 2006، بعديهم 2004 اللي هم الشباب ناشئين وشباب، والمنتخب الأول. احنا بنتعامل مع منتخباتنا، اولا بنعمل مع وزاره الشباب والرياضه مشاريع لطوال القامه والموهوبين، فده تجهيز. تجهيز ثاني مع المناطق من خلال مراكز تدريب وتطوير، بنلف الجمهوريه تقريبا عشان نجيب افضل العناصر. افضل العناصر بنشتغل معها باسلوب علم وتخطيط، بحيث انها تبقى متتاليه ولا يسقط منا ابدا مرحله سنيه. فده الضمانه اللي تخلينا على القمه، ان انا عندي كم هائل من اللاعبين متتالي. ممكن ان في دول كتير تعمل الكلام ده، لكن احنا في مصر مش بنأدي عمل، مش مجرد تأدية عمل، احنا بنتعامل مع الموقف عارفين كويس قوي ان في دول بتنافسنا بتحاول تعمل الكلام ده. احنا دايما بنبحث عن اخطائنا، يعني اول حاجه بتبقى قدامنا هي البطوله خلصت، بنقعد عشان نشوف اخطائنا ايه، ندرسها نتكلم فيها ونناقشها ونوجد لها حلول، ونبدا كل اللجان تشتغل، يبقى المجموعه كلها، مش هقول الاتحاد كمجلس اداره ولجانه ومناطق، كله بيتعاون. احنا بنعمل مؤتمرات سنويه عشان نناقش فيها هنعمل ايه. اعتقد بالاسلوب ده مع وضع في الاعتبار ان لازم يكون عندنا الجزء الابداعي اللي احنا نقول فيه او من خلاله ان احنا بنتميز عن الناس اللي هنتبارى معاها او هننافسها. المنظومه بالشكل ده قديمه، بادئه من زمان مع بدايه الدكتور حسن مصطفى، كانت المنظومه دي موجوده. يعني أتذكر في بطولة العالم 2007 في ألمانيا، كنا بنخسر في آخر 3-4 دقايق، احنا كسبانين ونيجي في الآخر يحصل الضرب ونخسر. اتعمل عليها مؤتمر وورش عمل وخدناها بشكل جدي، بنفكر بنبحث لازم نلاقي حلول بالظبط. طيب الأسلوب ده يجيب نتيجة.